أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن السوشيال ميديا. طبعا كلنا ما فيش حد فينا يقدر يستغنى عن السوشيال ميديا، ولكن إيه هي إيجابيات السوشيال ميديا وإيه هي سلبيات السوشيال ميديا؟ في حلقة النهاردة هنتكلم عن السوشيال ميديا، وهنتكلم عن بعض الابتكارات الرمضانية، وهنتكلم عن قناة دودي مون. ضيفتي المشرفاني في حلقة النهاردة هي ضيفة طموحة ومجتهدة وناجحة جدا، وبتسعى عشان تحقق حلمها، صاحبة قناة دودي مون على اليوتيوب. قناة دودي مون من قنوات المنوعات، مش بتقدم حاجة معينة، ولكن بتقدم منوعات كتير، بتقدم حاجات زي الطبخ، بتقدم حاجات زي نصائح للستات، بتقدم أشياء كتيرة جدا وليها إسدال. يعني صاحبة القناة عاملة إسدال بالخيامير الرمضانية اسمه إسدال دودي مون، وبتقدم هدايا للمتابعين وليها حاجات كتيرة جدا. وهي ضيفتي المشرفاني النهارده اليوتيوبر رشا ابو النجا، صاحبه قناه دودي مون. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا جدا جدا على المقدمه الجميله ديت. وانا طبعا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك النهارده وموجوده على قناه الصحه والجمال. ربنا يحفظك يا فندم، واهلا وسعداء جدا بوجود حضرتك. الله يخليك، الشرف ليا طبعا. ربنا يبارك في عمرك. اول حاجه عايز اعرف من حضرتك، امتى دخلتي عالم اليوتيوب والسوشيال ميديا، والفكره جات لك ازاي؟ هي حب وصدفة في نفس الوقت. في البداية طبعا أعرف بس كده المشاهدين بيا نبذة بسيطة كده، اسمي رشا محمد، صاحبة قناة مطبخ دودي مون، وعندي قناة تانية برضو اسمها منوعات دودي مون. طبعا متزوجة ومعايا ما شاء الله محمد وأحمد وصدرة. متخرجة من كلية تربية عام قسم لغة عربية. فطبعا زي اي واحده طبعا حاولت ان انا كنت اشتغل في مجالي وما جاتش الفرصه. فطبعا ولادي بيروحوا المدرسه الصبح، بيبقى عندي وقت فراغ، جوزي مثلا في شغله، فكنت حابه ان انا يعني ما بقاش قاعده كده ما بعملش حاجه. خدت قرار استغل وقت الفراغ ده، واعمل حاجه، يعني اعمل حاجه مفيده تفيدني وتفيد غيري. فمن هنا جت فكره القناه على اليوتيوب، لان كنت متابعه اكتر ابلكيشن بتابعه يعني اليوتيوب وكده. فاللي ساعد على كده ان انا كان دي الصدفه، يعني كان عندي عمال يعني بيشتغلوا في البيت وكده، وكنت عامله لهم سفره بجد، سفره فندقيه، اللي هو انا بتركيبتي بحب اقدم الاكل مش تقديم عادي، بحب ان انا اقدمه كده يعني تحفه فنيه بديكور، يعني بقدم الاكل بديكور كده بفن معين بتزيين معين. فطبعا طلعوا شكروا جدا جدا للناس بره، الناس دي قابلت زوجي وكده، قالوا له بجد كانت عامله سفره مبهره، سفره فندقيه بجد من افخم، يعني كاننا في افخم الفنادق. من هنا جوزي بقى كان خد الثقه فيا وكده، ان انا يعني ايه اعرف اعمل حاجه وكده كويسه. فلما عرضت عليه الفكره بصراحه شجعني جدا جدا، وقال لي برضو هي حاجه انها هتسلي وقتك، وكمان في فراغك تعملي حاجه يعني ايه تفيدك وتفيد غيرك. فما كنتش اعرف حاجه خالص عن لا اعرف اعمل ايميل، ولا اعرف اعمل اي حاجه على اليوتيوب ولا على الموبايل خالص. كان ابني محمد في 6 ابتدائي، وكان عندي في الوقت ده اخويا محمود، فقلت لهم انا هفتح قناه، شجعوني وبقوا فرحانين. ومحمد ابني هو اللي عمل لي الادسنس، وعمل لي الايميل، وظبط لي كل حاجه، وكمان اخويا صورني اول فيديو. اول فيديو ده كان عباره عن اعمال يدويه، حاجه بعملها بايديا وكده، حتى مش هو اول فيديو نزل على القناه، لان كان الفيديوهات بقى عند اخويا على ما عرفت ان انا اخدها وازاي اتعلم ان انا انزل فيديو كده. تقريبا نزل تاني فيديو او تالت فيديو. فالبدايه كانت من هنا. في البدايه بدات محتوى كان طبخ ووصفات كلها تخص الطبخ، وما كنتش بظهر على القناه، لحد ما يعني في قناه تلفزيونيه كانت هتاخد الفيديوهات بتاعتي تنشرها عندها، فطلبوا مني ان انا اظهر اعمل فيديو صغير جدا على قناتي، والفيديو ده موجود زي برومو كده. فسالت جوزي، قلت له في يعني مانع ان انا اظهر على اليوتيوب وعلى قناتي وكده؟ بصراحه قال لي طب ما انت بتظهري في الشارع وبتمشي قدام الناس في الشارع عادي، ما فيش فرق بين الاثنين، اظهري عادي، وممكن يكون ده يعني هيعمل طبعا تجاوب بيني وبين جمهوري اكتر. فظهرت، لقيت ترحيب جدا من الناس، وما شاء الله عنده القبول وكده، وبجد انبسطت من رد فعلهم. بدات اظهر على القناه، وبدات انتقل بقى لمحتويات تانية واتكلم فيها يعني واحده واحده كده، وتدرجت القناه لحد ما بقى عندي محتوى مميز جدا على قناتي، وهو ابتكارات رمضان. دي اكتر حاجه بتميز القناه، واكتر حاجه انا بعملها بحب، واكتر حاجه كل الناس بتستناها مني، سواء حتى القنوات الكبيرة بتبقى منتظراها مني عشان خاطر تاخد الأفكار الجديدة. ودي ممكن الحاجات اللي مثلا تعتبر مش سلبيات في اليوتيوب أو كده، أو في السوشيال ميديا عموما، إن هم يعني حقك وابتكاراتك. هنتكلم طبعا عن كل ده.
تمام. يعني حضرتك عايزه فهي البدايه جت من هنا. تمام، يعني عايزه توضحي ان البدايه جت صدفه خالص. ايوه تمام، وزوج حضرتك وابن حضرتك واخواتك شجعوكي على ده. أيوة في البدايه انت ما كنتيش بتظهري بنفسك، ولكن بعد كده بدات تظهري بنفسك طبعا بعد ما ايه جوز حضرتك وافق، لان قال لك ما فيش مانع. أيوة. ومن هنا بقى ايه الفكره جت. تمام، طب اختيار الاسم دودي اختيار مو. حد معين اللي اختار ليكي الاسم ده ولا انت اللي اخترتيه؟ لا انا اللي إيه؟ انا اللي اخترته بناء على اسم دلع بنتي، هي اسمها صدرة، فبنقول لها دودي يعني اختصارا للاسم وكده، فجت دودي مون من هنا. انا اصلا يعني كنت ليا قبل ما افتح القناه، كان قبلها باربع سنين ليا محاوله ان انا اعمل يعني قناه وكده، بس انشاتها وسبت الاسم عليها وحطيت عليها فيديو كده عادي، كان ترفيهي كده وخلاص. فالاسم تنته مرتبط في ذهني، من بعد اربع سنين عملت نفس الاسم تاني. ف المحتوى منوع. المحتوى منوع. طيب طبخ، وصفات، نصايح كتيره جدا جدا بقى في تنظيف البيت، واهم حاجه انا بحبها جدا تنسيقات الديكور وترتيب البيت ازاي، وازاي نوفق ايه مع ايه عشان يطلع الشكل الجمالي في الاخر حلو. حاجات كتير قوي، محتوى القناه متنوع جدا في كل حاجه، يعني انا بقدم كل ما يهم المراه المصريه والعربيه والبيت المصري والعربي. طيب بخصوص التزيين والكلام ده، احنا معانا فيديوهات دلوقتي من قناه حضرتك. أيوة. يعني مزينه بيها كذا حاجه، فعايزك تكلمينا يعني برضو التزيين ده جات لك الفكره ازاي، وشايفه التزيين ده يعني انت دلوقتي بتعملي القناه على اليوتيوب، التزيين ده بتحطيه على اليوتيوب والكلام ده، وشايفه ان هو ده المحتوى، شايفه ان المحتوى ده اللي هو بتاع التزيين ده انا كمتابع يجذبني اخش ايه الجديد فيه؟ يعني ايه الجديد في المحتوى عشان يجذبني انا كمتابع اخش؟ انا بعمل حاجات وببتكر حاجات محدش في الكون كله بيكون عملها، ولا في العالم كله يكون ابتكرها او عمل. كل سنه هم متوقعين دايما من دودي مون، بيبقوا مستنيني دايما في فيديوهات رمضان ان انا هقدم الجديد. ففي كل سنه ببتكر حاجات جديده، يعني كنت انا اول واحده اخترعت فكره تزيين الثلاجه رمضان. ويعني بالمناسبه انا ايامها اتهاجمت جدا، هو اتجننتي ولا ايه؟ هو حتى الثلاجه هتزينيها رمضان؟ يمكن من التعليقات يعني ما بيجيليش تعليقات سلبيه غير حاجات بسيطه جدا لا تذكر، ولكن يعني عادي ما اهتمتش بالتعليق، قلت لا انا حابه حاجه وحابه انشر الفكره. كنت انا اول واحده زينت الثلاجه لشهر رمضان بالخياميه، وعملت لها ديكورات حلوه جدا جدا، فبجد عجبت ناس كتير. فده شجعني ان انا كل سنه لازم انزل لهم بحاجه جديده، بطور كل سنه في الجديد. فكنت عملت الثلاجه، عملت ملايات بالخياميه، كانت اول حد عملها، كانت فكرتي، لحد ما توصلت بقى خلاص برضو الاسدال الخياميه اللي هو باسمي اسدال دوزي مون. ده طبعا موجود وانا اللي بعمله، واللي مثلا بيبقى عايزه او كده بيطلبوا مني مثلا اونلاين وكده وببعته له لاي مكان. احنا برضو معانا فيديو الثلاجه، تمام، هنتكلم عنه برضو. وحضرتك قلت يعني ما حدش عمل تزيين التلاجة والحاجات ديت قبل كده بالخيامية خالص؟ قبل كده لا، بس بعد كده بقى خلاص القنوات اللي هي شافتني واعجبت بالفكرة بدأت تتناولها، فبقى شيء عادي، بقى بتوع الخيامية نفسهم يتصلوا بيا في كل سنة يقولوا لي بجد انت بتبهرينا بأفكارك، احنا بناخد منك أفكار جديدة كل سنة. كنت عملت كوبايات لرمضان، عملت صواني لرمضان، انا كنت ببتكر الفكرة وهم ياخدوها ينفذوها وممكن هم كمان يضيفوا عليها. فالجميل في كده، فكنت مثلا ابقى فخوره جدا ان انا لما ايه حتى مثلا في مصنع اتصل بيا وقال احنا بنشكرك جدا، انت فتحت لنا باب رزق. لما انا طلبت في الفيديوهات طلبت منهم، قلت مصانع رمضان واللي هو انتاج اللبس وكده تعمل لنا زي خاص برمضان، تروح رمضان ودي نزلت واسدالات رمضان. وكنت انا اول واحده طلعت على السوشيال ميديا بطرحه الخياميه وكده، فجت لي الفكره من هنا وطلبت منهم، وبالفعل اتصلوا بيا وشكروني جدا، قالوا لي بجد انت فتحت لنا باب رزق جديد ونفذوا الفكره. فبقيت مبسوطه جدا ان يعني باثر في المجتمع اللي انا عايشه فيه، باثر في المجتمع اللي حولي بحاجه ايجابيه، ان اكون مصدر رزق لحد الحمد لله، دي حاجه انا فخوره بيها، ان بقدم محتوى محترم ومحتوى راقي ومحتوى كله طاقه ايجابيه. حتى لو كلنا عندنا مثلا مشاكل في بيوتنا وكده، حتى لو في مشاكل او انا تعبانه او كده، ولكن لا لازم اقدم كل حاجه بشكل يدي طاقه ايجابيه وحب للمشاهد اللي بيتفرج او المتابعين اللي بيتفرجوا. طيب كان احساسك ايه لما حد كلمك عن الابتكارات بتاعتك وقال لك احنا هنعملها او الكلام ده؟ ايوه كنت فرحانه فيها جدا، واتكلمت فيها في فيديو، وقلت لهم انا فخوره جدا جدا بجد بالمكالمه دي وعملتها في فيديو يعني وكده.
وكنت مبسوطة جدا طبعا، يعني احساس حلو قوي ما تحس ان انت عملت حاجة في المجتمع. كلام جميل طبعا، واسمحي لي ناخد فاصل وبعدين نرجع نكمل ايه الحديث. اتفضل المشاهدين، فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث. أعزائي المشاهدين، وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث عن السوشيال ميديا وقناة دوديمون. طبعا قبل الحديث قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اللي هم بياخدوا الحاجة وبيعملوها. قلت لي إن هو أنت مثلا إيه بتبقي مبسوطة، طيب الحاجة دي بيبقى في مقابل مثلا ليكي ولا لا؟ لا مفيش أي مقابل ليا، أنا بعمل الحاجة دي حب، حتى متابعيني عارفين إن أنا بعملها حب بس. إن أنا يعني كفكرة وكمبدأ إن أنا أطور من المجتمع اللي انا مثلا فيه، اطور اساهم بتطويره في حاجه، وان انا كمان معايا بطور من نفسي، لان الحاجات دي برضو بتعود عليا في بيتي، بتديني برضو باور وطاقه ايجابيه في البيت. عندنا كلنا اصلا بنحب حاجات رمضان جدا جدا، سواء صغيرين او كبار، فبنتكر في حاجه الناس كلها بتبقى مشتاقه للشهر ان هو يجي. حتى انا كمان بعمل الفيديوهات بتاعت رمضان من قبلها بحوالي 3 4 شهور، بفضل انزل في فيديوهات 3 4 شهور عن شهر رمضان، فبتبقى الناس مشتاقه جدا وبيعيشوا معايا رمضان، حوالي 3 4 شهور عايشين في رمضان معايا. ايوه ملاحظ انك انت بتنزلي الفيديوهات قبلها عشان حتى اللي عايز يجهز حاجه يلحق يجهزها. ايوه، وياخد فكره ده. مثلا الحاجه ممكن نزينها ازاي، نحطها ازاي، نحط ايه مع ايه، فلو هينزل يشتري بقى حاجات رمضان تبقى الصوره مكتمله في ذهنه بالفرش بتاعها. الحاجات دي بتبقى جاهزه ولا انت اللي بتقصيها بالشكل ده من طريقتك؟ في حاجات كده وفي حاجات كده، يعني في حاجات انا طبعا بعملها بايدي وبظبطها وانا اللي بعملها بايديا، وفي حاجات سهله جاهزه مثلا بتعجبني بقوم جايه جايبه. تمام، نرجع تاني للمنوعات، ان القناه قناه منوعات. لو انت هتقدمي محتوى فيها واحد بس، ايه اكتر محتوى مقرب لقلبك؟ طبعا كل فيديوهات رمضان هي اكتر فيديوهات مقربه جدا لقلبي، الفيديوهات اللي بقدم فيها نصايح، لان انا كمان مع الفيديو بقدم نصايح دينيه، نصايح دينيه ونصايح واقعيه من التجارب اللي انا عشتها والحياه اللي انا عشتها، فده برضو بكون بتكلم مع الناس من قلبي بجد، عمري ما فكرت في الكلام اللي بقوله، بنصحهم بالحاجات اللي انا فعلا يعني مريت بيها، شفت ايجابياتها وسلبياتها، وبحاول اطلع لهم كل ما هو ايجابي ان هو يعني يرفع من روحهم المعنويه ويديهم طاقه وباور كده للحياه. يعني النصائح والحاجات اللي هي الزينه. طيب السوشيال ميديا كلنا بندخل السوشيال ميديا، في منا اللي بيستفيد وفي منا اللي بيتضرر. ايه ايجابيات السوشيال ميديا وسلبياتها بشكل عام؟ وبشكل خاص السوشيال ميديا اثر عليكي انت ازاي؟ تمام، اثرت عليكي انت ازاي السوشيال ميديا؟ لو جينا نتكلم عن ايجابيات السوشيال ميديا عموما، هي بتدي فرصه للتطور وبتدي فرصه للابتكار، كل حد عايز يقدم حاجه كويسه فبيضطر ان هو يطور ويبتكر عشان يتشاف، فدي مثلا من ضمن ايجابياتها، وفيها طبعا حاجات مفيده جدا جدا، اي حد عايز يبحث عن حاجه او بيدور على حاجه هيدور على وصفه، هيدور على اي حاجه هيلاقيها على السوشيال ميديا. من سلبياتها بقى، اولا انها بتدي انطباع عن الناس، عن البلوجرز واليوتيوبرز والكلام ده كله، بتخلي الناس عندها احباط لما بيشوفوا حياتهم، فدي رساله بجد انا بوجهها لكل الناس، كل اللي انتوا بتشوفوه ده ما هو عباره الا عن شغل، هم لازم يقدموا محتوى راقي، محتوى يجذب الانتباه، بيقدموا افضل ما عندهم واحسن ما عندهم، لكن الكل بيخبي ما وراء الكاميرا، بيبقى فيه كواليس كتير جدا جدا محدش بيبقى عارف عنها حاجه. فمن الحاجات اللي بتعمل احباط للمجتمع والناس اللي بتتفرج علينا انهم بيشوفوا ايه، حياتنا كلها مشتريات، فلوجات، فسح، مش عارفه ايه، لكن دي ده لازم نقدم، يعني هي السوشيال ميديا عموما بتتطلب منا ان احنا نقدم ده عشان حتى ان احنا نتشاف ونبقى مؤثرين، لكن ما وراء الكاميرا بجد حاجات تانية كتير قوي صعبه جدا جدا، ممكن لو الانسان الطبيعي شافها او عاشها عمره ما هيصدق. هو دي السلبيات بجد. كلام جميل وطبعا لها ايجابيات كتير، ولو هنتكلم في السؤال ده، السؤال ده لوحده محتاج حلقه. ايوه لها ايجابيات كتير فعلا. طب اثرت عليكي انت بقى بايه؟ خلتنا اول حاجه عندي ثقه بنفسي، فخوره بنفسي، بطور من حياتي وبطور من نفسي، باخد كورسات في حاجات كتير،
عموما اللي هي تطور مستمر في حياتك. تمام. إسدال دودي مون بالخيامية الرمضانية، حضرتك اللي عملتيه. أيوة. تمام. وقلتي لي انك انت من اوائل الناس اللي عملت يكاد هو لسه مش موجود خالص، يعني انا اول واحده عملته. يعني حضرتك اول واحده عملت اسدال اللي هو الرمضاني اللي هو بالخياميه، وما شاء الله لقى قبول جدا عند متابعيني، وبدات الناس ان هي تطلبه مني اونلاين وابعته لها. صور الاسدال معانا برضو، هي حاجه جميله فعلا. الاسدال ده، حضرتك بتعمليه يعني بالخياميه فقط لا غير، صح؟ ايوه بالخياميه، مش الخياميه بس، حتى بحاول ان انا اقدم يعني الجوده كويسه، والحاجه برضو كويسه وتناسب كل المقاسات عشان ارضي كل الاذواق. تمام. طيب لو حد عايز الاسدال ده يعمل ايه او يجيبه ازاي؟ ما فيش، هو بيتواصل على رقمي على الواتساب وانا بوصله له لاي محافظه، يعني ببعته له كده شحن لاي محافظه واي مكان في الجمهوريه عموما يعني. تمام. هو طبعا معانا الارقام ومعانا الحاجات دي كلها. طبعا اللي حابب انه يطلب الاسدال هو الارقام على الشاشه، ممكن يتواصل مع الارقام ده الارقام ديت ويطلب الاسدال. فكرته جات لك ازاي مثلا؟ قلت بما ان انا بزين حاجات مثلا على ليه احنا بقى، انا على فكره مش عامله الاسدال بس، انا عامله كمان شبشب رمضاني، وعملت كمان المصحف، يبقى المصحف رمضاني، وعامله مصليه خاصه بس برضو برمضان. كل ده بالخياميه الرمضانيه. كل ده بالخياميه الرمضانيه. فقلت يعني زينت الثلاجه رمضان، زينت الشقه رمضان، عملت السراير بالملايات الخياميه رمضان، طب يبقى ليه احنا ما نخصص، انا حتى كمان عندي افكار جديده، ليه قلت بقى ليه ما نخصص ان الزي بتاعنا كمان ندخل فيه الروح الرمضانيه. فمن هنا جات لي فكره طرح رمضان والاسدال بتاع رمضان مثلا، حلو قوي ما يبقى عندنا ضيوف وعازمينهم مثلا في العزومات بتاعه رمضان، ونلبس كده الاسدال مثلا وبنصلي جماعه كده مع بعض، فبيبقى جو وروح حلو قوي قوي، لان كلنا مشاعر رمضان دي عندنا بتبقى يعني بتحطنا نفسيا في وطاقه ايجابيه بجد في حته تانية خالص. فمن هنا جات الفكره ان ليه ما نبقى، حتى عندي افكار حلوه تانية كمان جديده محدش لسه فكر فيها، تخص برضو المقتنيات اللي هي المقتنيات الشخصية بتاعتنا للبنوتات والكلام ده كله، إن شاء الله بإذن الله لسه يعني هعملها وهنزلها على قناتي بإذن الله، حاجات كتيرة جديدة قوي برضو. طب ما فكرتيش مثلا، حضرتك قلت إن في مصنع كلمك في وسط الكلام، ما فكرتيش مثلا بدل ما أنا أنزل الحاجات دي مثلا على اليوتيوب والحاجات دي تنزل وأي حد ممكن يعملها فيما بعد، إن أنا أحتفظ ببعض الأفكار لنفسي وأشوف حد مثلا معين أتعاقد معاه أنا؟ ما هو هنا بقى المبدا بيفرق، انا مش بدور على المكسب المادي خالص، ما بدورش على ابتكاراتي او ان انا ابتكر دايما عشان مكسب مادي خالص، انا بدور على ان اعمل حاجه تاثر في الانتاج اللي حواليا، في المجتمع اللي حواليا، تبقى حاجه يتحفر فيها اسم دودي مون، ان ابتكرت حاجه وعملتها ابقى فخوره بيها، لكن ما دورتش عمري على المكسب المادي خالص. ما دورتش على المادة، ولكن في بعض الأحيان ممكن تحسي إن مثلا حقك بيتخضر في الحاجة دي. دي بقى من سلبيات السوشيال ميديا عموما، إن أي ابتكار يعني المفروض يعني برضو ده نداء لأصحاب مثلا القنوات اللي بينقلوا أو كده الفكرة، يعني يا ريت إن هم يقولوا مثلا إحنا عجبتنا الفكرة مثلا عند قناة دودي مثلا فخدناها منها، ففي الوقت ده يعني ما بتضيعيش حقي أو ما بتهدريش ابتكاري، وفي نفس الوقت متابعينها هيحترموها، يعني فكرة إن أنت تنسبي الفكرة لصاحبتها أو صاحب الفكرة بجد ده هيخلي متابعينها يحترموها أكتر. هو عند حضرتك حق، هي للأسف ديت مشكلة عامة في السوشيال ميديا. هي من الحاجات اللي على فكرة مش مزعلاني، ولكن حسيت فيها بالظلم شوية، يعني من اليوتيوب أنا حاسة فيه بالظلم شوية، لأن ابتكاراتي كل الناس بتستناها، بتستنى مثلا دودي مون هتنزل ايه عشان ناخد الحاجه ونعملها، وانا حقي بيروح او ما بيتعرفش مثلا ان انا اساس الفكره دي، يعني انا لو رجعت من 4 سنين عشان اقول لهم ان انا كنت اساس فكره تزيين الثلاجه رمضان، ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفه ان انا. بس في نقطه، الحاجه دي نازله طبعا مش بصورتك، يعني مش طالعه انت في قلب الفيديو. لا، ولكن انت اول حد نزل الفيديو ده، يعني ممكن لو حد رجع مثلا من 4 سنين اعتقد بيبقى التاريخ محفوظ. ايوه بيبقى التاريخ محفوظ. في فيديوهات قبلها. ايوه ولا بس لا؟ مين بقى اللي هيروح يرجع بالفيديوهات عشان يشوف مين؟ مش هيهم الناس اصلا مين صاحب الفكره. فبعض الاحيان اللي عايز يبحث يعني مش يعني فئه قليله جدا اللي يهمها انها تدور على مين اساس الفكره او مين هو الناس، احنا بننشر الفكره عشان الناس تستفاد منها وتعملها. كلامك سليم، ومن هنا بنوجه رساله في أي مجال بقى أيا كان، مش شرط اليوتيوبر فقط لغير، أنت في أي مجال لما حد يقول لك فكرة، حد يقول لك حاجة، تشوف بوست عجبك على الفيس أو تشوف بوست عجبك في أي حتة،
تشوف قصيدة لشاعر، ما تاخدش الحاجة وتنسب الحاجة لنفسك، أو تتزاكى وما تحطش الحاجة إيه باسم فلان، تحطها زي ما بيقولوا كده بالبلدي عايمة، ما فيش اسم. لأ، انسب الفضل لصاحبه، يعني اديله حقه. انت لو اديت لصاحب الفضل حقه او صاحب الفكره حقها، الناس هتحترمك وتقدرك، غير لما يقولوا عليك سارق افكار وحرامي افكار. يعني قدر الفكره واحترم صاحبها عشان صاحبها يقدرك ويحترمك، لان في بعض الاحيان حاجات بتبقى مهمه قوي عند الناس، وحاجات يعني الشخص انت ما تعرفش هو بيبقى تعبان فيها قد ايه، ولا الفكره جات له ازاي، انت بتيجي تاخدها على الجاهز ممكن انت ايه تدمره نفسيا. فانت لما تاخد فكره حد، احترم فكر الشخص ده واديله حقه. طبعا انا بقيت كلام حضرتك جدا، ويمكن من الحاجات برضو اللي نسيت اتكلم فيها عن سلبيات اليوتيوب او السوشيال ميديا عموما، هي فكره القلق والتوتر. والقلق بيتحول معانا لشكل قلق مرضي، وبجد بيبقى ليه اعراض صعبه جدا، ان انت طول الوقت عايش في ستريس، عايز تقدم ايه جديد، طب يا ترى ايه الفكره الجديده اللي هتقدمها، التصوير بيحطك تحت ضغط، المونتاج بيحطك تحت ضغط، فطول الوقت اليوتيوبرز عموما عايشين تحت ضغط وستريس. مش قوي جدا بصراحه، يعني لا، اللي هيقدم محتوى محترم وعايز يثبت وجوده بيعاني من ده والله. اللي بجد هيقدم محتوى محترم وبيثبت وجوده، لكن لو محتوى بقى اللي هو الترفيه والحاجات اللي هي اللي مش ترفيهي برده، ما في حاجات ترفيهيه مفيده، لا المحتوى بقى اللي هو محتويات تانية خالص، يعني مش هنتكلم عنها ومالناش علاقه بيها للاسف. أيوة الشديد دي بتطلع بسرعه البرق، بتلاقي تشجيع معرفش ازاي، مش عارفه، هي دي من الحاجات اللي احنا بقى فيها بنحس بالظلم بجد. بخصوص احساس بالظلم، انت حضرتك حاسه انك مظلومه على اليوتيوب؟ بصراحه مش كلامي بس والله، انا كلام كل متابعيني اللي بيدخلوا يكلموني ويكتبوا لي في التعليقات، احنا حاسين ان قناتك مظلومه قوي بجد ان شاء الله. وهم هم عايزه اقول لك يعني فرحوا جدا جدا من اللقاء التلفزيوني اللي انا هعمله لما اعلنت، لان حاسين ان يعني سنه من حقي هتترد لي، يعني هبدا ان انا حتى الحاجات اللي عملتها انها تبقى مثبته. فبجد الحمد لله يعني متابعيني عارفين قد ايه انا بتعب جدا في محتوايا، وقد ايه عايزه اقدم دايما محتوى راقي ومحترم يليق بالاسره العربيه. انا عايزه اقول لحضرتك انا عندي نسبه اطفال كتير جدا على القناه، لان باجي في موسم مشتريات المدرسه بنزل برضو احدث ادوات ومشتريات مدرسه بتبقى برضو مش موجوده، فبتلفت الانتباه وبيحبوها جدا مني، وبقدم طبعا هدايا شنط مدارس لاطفال كتير، فنسبه كبيره من الاطفال بيتابعوني، فلازم اقدم محتوى الكلمه اللي انا هقولها ليها حساب، لان في اطفال بيسمعوني. بخصوص الهدايا، عارف ان حضرتك بتقدمي هدايا، الهدايا بتقدميها بناء على ايه؟ يعني بتختاري اللي هتقدم له الهديه ده بناء على ايه، وايه نوعيات الهدايا اللي بتقدميها؟ طيب انا باجي في كل مناسبه كده من السنه، وبعمل في رمضان بقدم فوانيس ايكيا، بقدم فوانيس ايكيا، باجي في مثلا في مشتريات المدرسه بقدم شنط المدرسه، باجي مثلا في الاعياد بقدم شنط خروج، باجي مثلا في وسط السنه كده اقدم ساعات هدايا، يعني هدايا كتير باخدها بدون اي شروط، انا بختار عشوائي من التعليقات بس عن طريق القرعه عشان ما اظلمش حد. يعني باخد بكتب اساميهم واطلع في فيديو اختار قدامهم بالفيديو، فمنتهى النزاهه والشفافيه. الفيديو يعني ده بيكون مباشر صح كده؟ بيكون فيديو قدامهم كده، بختار الاسامي وبظهر الورقه بالاسم قدامهم في الفيديو. يعني بتختاري بناء على القرعه اللي ايه؟ على القرعه، ايوه عشان ما اظلمش حد، هو كل واحد وحظه بقى. تكتبي كل وببعتها طبعا وببعتها طبعا لكل المحافظات. طيب هو دلوقتي عشان الوقت يعني للاسف انتهى بسرعه، عايزه اشكر لو بقى حد هتشكريه. ايوه مع حضرتك الكاميرا، هتوجهي رساله شكر لحد يكون شجعك، هتوجهها لمين؟ ماشي، اول حد هوجه له رساله شكر بجد من اعماق قلبي بجد هو جوزي، قدم ليا كل الدعم المعنوي والمادي، كل انواع الدعم بجد. تاني حد بشكره طبعا، بوجه له كل الشكر، هم متابعيني وجمهوري بجد في كل المواقف بيساندوني، وسواء تعبانه بيشدوا من ازري، سواء محبطه شويه بيشجعوني. بقدم الشكر لاولادي محمد واحمد وصدره، بقدم الشكر لاخواتي احمد ومحمود وعبد الله، وبقدم بقى الشكر طبعا لمامتي اللي دايما بتدعي لي، وهي اي حاجه انا خير فيها كانت هي الداعم الاول ان انا يعني اكون بحب الخير للغير، والهدايا اللي انا بوديها دي كلها هي اساسها بجد ان هي مشجعاني ان انا اعمل الخير ده. وطبعا بوجه بقى رساله شكر لحماتي الله يرحمها، عمري ما بدخل اعمل محشي او ملوخيه غير لما بفتكرها، لنا بجد الف مليون شكر لكل دول. انا اللي بشكر حضرتك، وحضرتك شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله لنا حلقات نتكلم فيها في الطبخ ان شاء الله باذن الله. لا اوعد حضرتك بحلقه طبخ باذن الله ان شاء الله. بشكرك جدا لحضرتك، شكرا. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.